قلتلك ان انا من زمان وانا حاسس بيكي، بس في حاجات كانت شغلاني عنك وفي نفس الوقت كنت خايف. خايف من ايه يا مبروك؟ خايف تصديني، خايف تبصيلي من فوق وتقوليلي انت اتجننت مش جاب لجاب. انا ممكن اقولك الكلام ده يا حبيبي؟ ما هو بصراحة فعلا مش جاب لجاب، ده انت جمالك ما توصفش. بسمة انت عنوان الانوثة، انت كتالوج الستات. بسمة. نعم. تتجوزيني؟ النور ده فزعتني يا اخي. معقوله كده؟ ايه مفيش حرمه لبيتي؟ مين اللي قال لك؟ انت حرمه زي الورد يا بسمه. عندك عشا ايه؟ اهو عندك في التلاجه، خش شوف عايز تاخد ايه. عندك في التلاجه دي اصول الضيافه برضو؟ وده اصول شغل برضو؟ تسيبه تشكر وتتفشوا من الشاليه من غير ما حد يقولي؟ انت بس لو ما كانش خلقك ده يا بسمه لازم تعرفي كويس جدا ان انا عبد المأمور. انا بيجيلي اوامر من المدرس الاول اقول له مع خالص تحياتي واما بعد. بسمه انت ما تعرفيش ان انا قتلت سميحه شباشي؟ يا نهارك اسود، انت اللي قتلتها؟ بايديا القذره دي اللي عايزه اقطعها قتلتها يا بسمه. المدرس الأول قال لي أنا عايز جثة سميحة شباشة. قدمتها له على صينية من ذهب. ساعتها بسمة وأنا مهدود. تمام يا فندم. مكسور. مهزناهم ولاد الأبلسة. مش قادر أقعد في الشاليه. كل حتة في الشاليه شايف فيها سميحة شباشة. بتفكرني بيها. أنا اتبسطت أول لما المدرس الأول قال لي سيب الشاليه يا برضويل. لأني مش قادر أعيش جواه. تعبان. على رأي الشاعر دار يا دار يا دار راحوا فين حبايب الدار. أدي عيب اللعبة بالنار. أنا كمان لما اتقتل جوزي كنت حاسة الإحساس اللي أنت حاسس بيه دلوقتي وما قدرتش أنطق، وأنت كمان ما تقدرش تنطق. إحنا اللي جبنا لنفسنا، لعبنا بالنار وحرقتنا. أسرة يا بسمة، مطلوب منك مهمة. يوه انا بجد قرفت. مهمه ايه دي؟ اوكي يا بسمه، ده شريط منوم، عايزك تنيمي مبروك وتشكر والولاد، حط المنوم في اي مشروب هما بيحبوه. وده بينيم بس ولا هيحصله سميحه؟ الله يرحمه. لا لا لا، ده منوم بس، وده مشهور قوي في الاجزاء كمان. شك في كلامي ارمي ده واحفظ الاسم وروح اشتري بنفسك، بس انا اشتريتهولك علشان اوفر عليكي مجهود. انا عايزه مو بسطيحه ولا صوت يعلو فوق صوت الشخير. اشمعنى؟ لان انا هستعين بكلاب بوليسيه من اللي بتشم المخدرات، وطبعا دي هتبقى مشكله لو في حد صاحي من النوم لقى كلب عيده على المخده، والكلاب البوليسيه دي هي اللي هتحسم مشكله المخدرات وهتجيبها من البيت. واتصل بيك ازاي لما اكون جاهزه؟ انا ما يعدينيش حاجه يا بسمه. بص يا حبيبتي، انا معايا شويه شرايح كده، موبايلات. الشرايح دي علشان مكالمه واحده بس وتترمي. لما تحتاجيني كلميني وارمي الشريحه، اوعي تغلطي وترمي التليفون. وانت يا ترى قاعد فين دلوقتي؟ في الشريحه. علاش يا بسمه؟ انا ما عنديش اوامر اقول اكتر من كده. بتخوني؟ لا يا بسمه ما قلتليش كده، عمري ما خونك، بس زي ما فهمتك ان دي اوامر. هكذا قال المدرس الاول. سلام اختي. سلام. ما قلتليش انت عندك ايه عشا في الثلاجه؟ طاجن باميه باللحمه الضاني. الله، ما بحبهاش.
كتر خيرهم كده دون الفكره. هو قال ان هم هيجيبوا كلب من كلاب الشرطه المدربه على شم المخدرات. قال كده. معنى كده ان هم متفقين مع الشوشيه او الرقبه اللي بيدربوا كلاب البوليس. دي مهمتك يا جلال وفورا دلوقتي. ماشي يا باشا. سليني. ايوه يا باشا. مالك يا رفيق؟ بعيط. بتعيط ليه؟ بعيط وخلاص. يعني ايه بتعيط وخلاص؟ ماني ما لقيتش حاجه اعملها، قلت اعيط شويه. تحب اخليك تعيط بجد؟ يا ريت. انت محبوس خميس وجمعه. يا حسن باشا انا بكره العياط عمى. تعال يا استاذ فوزان. تمام يا باشا. في حد عندك من الشوشيه او الرقبه عايز محاكمه عسكريه؟ مين هو عمل ايه يا باشا؟ مين هو؟ معرفوش، انت اللي هتعرفه. اما عمل ايه؟ اقول لك عمل ايه. هو يا متفق يا لسه هيتفق مع حد يقبضه ويخرج له كلب من الكلاب البوليسيه المدربه على شم المخدرات. بس يا باشا عرفته، هو الواد شاكر الوحيد اللي يطلع من العوجان دي. ما دام عرفه يبقى تعالى بقى نعمل خطه سوا. جلال بيه فهيم من مكافحه المخدرات. انا مؤكل ما باشا. مزنوق في كلب يا شاكر يا عميرة. عناية على برشام، انا ما استخسرش فيه كلب ابدا، لكن انت عايزه ليه؟ انت عايزه حضك؟ يا تقل دمك. يالا في مخدرات. شش شش يا اخويا هتودينا في داهية انت. بس في مخدرات مدفونة في مكان بعيد، عاوزين كلب من عندكم في الخباس يجي يشمها ويطلعها. ايوه انا اطلعها لك يالا. وايه يعني مخدرات يعني؟ بس قول يالا تجي لها قد ايه المخدرات دي؟ وانت مالك يا شاكر؟ الله. وانا مالي ازاي يا علي؟ مش انا اللي هشمها، قصدي يعني مش انا اللي هشوفها واقيمها واقول يعني ممكن اخد فيها قد ايه؟ هتاخد فيها باكوين تو باكوس. يا دي اقعد يالا اهدى، الكلام اخد وعطى. هقعد اعمل ايه؟ اذا كنت انت بتقول هاخد فيها اللي انا معرفش اقولها دي، يعني باكوين؟ يعني عايز نقرب نفس المحكمه عسكري وسين وجيب، وبعدين انت ناسي يعني ان كلاب الشرطه دي ما بتخرجش غير في مهام الشرطه وبس. أعرض نفسي للسجن يا برشامة عشان باكوين. باكوين هديك 5 بكاوي. 20 يا برشام. 20 ليه يا شاكر؟ انت جايب لي اسد يشم المخدرات، العملية مش مستاهلة. ايوه ما هي لو مش مستاهلة يا حبيبي ما كنتش جيتلي. يالا يا دي تهاود معايا شوية، يا تخليك جنتل. يالا ما تهاودش يا برشام، هم 20. انت ناسي يا ولد وانا ماشي في الطرقه ولا خارج من على البوابه وادي لده وارش لده. يا ولد انا مش لوحدي يا ولد. هديك 10 بكاوي. 20 يا برشام. على فكره بقى يا شاكر انت من هنا مش نظيف، قلبك زي الزفت. انا من هنا مش نظيف، هتدفع ال 20 ولا توريني عرض قفاك؟ خد يا ولد العنوان اهو، تجيلي انت والكلب الساعه 4 صباحا. ايوه انا اجيلك انا والكلب لما اقبض ان شاء الله. يا ابني مش يمكن الكلب يطلع مسكوم والعمليه ما تتمش، لما تيجي هديك الفلوس. برشام انا مش هتحرك من هنا لما اقبض. يا تقل دمك. خد يا اخوي خد، ما تبصش بقى، ادي 10 بكاوي اهو، وادي كيس هديه. خد. ايوه كده بقى يا حبيبي. نقرا العنوان. خد يا شاكر. ايوه على الصوت. خد يا شاكر، انت كنت فين يالا؟ اني؟ اصل انا رحت. لا انا ما رحتش. ايوه انا كنت بشتري شاي وسكر. يا سكر انت على الصوت. شاي وسكر. طيب اقعد ريحة عشان عايز في كلمتين. اقعد تؤمر يا حسون. شوف بقى انا نقيتك دون على العساكر اللي هنا عشان افضفض لك بكلمتين. اتفضل يا حسون. في جماعه بتوع مخدرات جايبين شيله ب 20 مليون جنيه. ايه 20 مليون؟ ده مبلغ كبير قوي. ايوه المخدرات دي مدفونه في مكان، اللي دفنها مات. هم عرضوا عليا 500,000 جنيه
عشان اجيب لهم كلب من كلابنا المدربه يشمشي مع المخدرات ويطلعها في الكوت تامي. ايه يا لهوي بالي، نص مليون؟ ايوه. طب والعنوان ده فين؟ في المعادي. في المعادي؟ ايوه، وهم بيتقالوا عليا في النص مليون جنيه. المفروض كان يرد عليا النهارده لكنهم اتاخروا. لما اتاخروا انا قلقت. ايه طيب وقلقت ليه؟ ايوه، ما انا خفت يضحكوا على عقل عسكري من عساكرنا بباك ولا اتنين يطلع لهم كلب من ورانا. عشان كده انا بقول لك عشان تصحى طول الليل معاي عشان نفسد عليهم من العمليه دي وترسى علينا انا وانت، والنص مليون يبقى بالنص، انت الربع وانا الربع. ولاد الحراميه هم مين؟ بص بقى يا حصان، انا بقى هصارحك، الناس دول جولي. اه يا خاين يا دون، يعني ما كنتش هتقول لي الا لما انا قلت لك؟ اسكت، ده انا امي ده عيالي اللي انت قلت لي. وعرضوا عليك كام؟ 20 باكو. 20 باكو يا خايب يا ابن الخايب، كنت هتضيع على نفسك ربع مليون جنيه. اهي؟ طب وليه؟ لا هيضيع ربع مليون ولا ربع جنيه حتى. اصل الراجل الواسطه اللي بيني وبينهم اداني تليفونه موبايل. لا والله، طب ما تقول كده، ادي الموبايل وكلمه قول له ان انت النهارده نبطش مش هتعرف تاخد اجازه وان انا هاجي مكانك واسد وسيبنا نتصرف. صح صح. الو ولا يا برشامي؟ ايوه ولا انا شاكر تقابت في نافوخ. ايوه ولا بقول لك ايه، خليك معايا، انا مش هقدر اجيلك. ايوه اصل يعني حظبط النبطشي مش موجود واحنا عندنا يعني شويه قلق كده، شويه طوارئ. بس استنى يا علي، انا اتفقت لك مع واحد بدالي. ايوه انا هبعته لك لاني مش هقدر اجي. بقول لك حصول فوزان اللي اثق فيها يا ولد، اثق فيه طبعا. ده هيجي بدالي يا ولد. بقول لك ده زي اخويا الكبير، هو اللي مربيني. ايوه خلاص هو هيجيلك. يلا سلام. بس حلو قوي كده. بقول لك ايه يا شاكر، هم عطوا لك كام عربون؟ 10,000. مش مصدقني اهم. مصدقك قوي. اتفضل اتفضل يا ياسر بيه. نجر اخويا على المكتب. هالظابط كده برضه هحصل، وانا اللي بقول عليك اخويا الكبير وانت اللي مربيني. مربيك هالظابط. مبروك على فكره، العصابه هتبعت لك كلب. كلب 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 ولا واحد كلب يعني؟ كلب كلب بيهوهو. ليه كده؟ عشان يشم المخدرات. ما المخدرات احنا اصلا مش عارفين طريقها. ما هم بقى هيبعتوا كلب مدرب على شم المخدرات، ومتفقين مع بسمه انها تديكم نوم عشان ما تصحوش وتعملوا لها قلق. في حاله بقى لو الكلب طلع المخدرات احنا هنكون بره نهجم ونخلص الليله دي على طول. يا ريت يا رب يا رب الكلب يطلع المخدرات واخلص من الورطه اللي انا فيها ديت. لو الكلب ما طلعش المخدرات يبقى كل حاجه كما كنت. طب وايه اللي مطلوب مني؟ المطلوب ان يبقى مسدسك متعمر وجاهز وانت على السرير عامل نفسك نايم وانت صاحي، وبعد كده التعليمات هقولها لك اول باول. صاحي ازاي؟ مش بتقول بسمه هتنيمنا؟ لا انت مش هتاخد منوم. انا مش هاخد منوم، نسيت اقولها لك. ايه؟ بحبك موت. واه لو تعرف اللي جوايا. أنا موت يا خلاص يا ست رموز. طيب بعد إذنك ثانية واحدة بس. اتفضل اتفضل. مساء الخير يا ست رموز. مساء النور يا أستاذ موتيا. عندي كلمتين مهمين عاوز أقولهم لك، تحب أقولهم على الباب ولا أتفضل جوه على الأرض؟ لا إزاي طبعاً، ما يصحش على الباب إزاي؟ بس الحقيقة يعني قاعدة لوحدي في الشقة، خلي الباب مفتوح. اتفضل. ومال يا ساتر. انت
انت زعلانه مني ولا ايه؟ ابدا. وانا هزعل منك ليه؟ امال ايه سر الاختفاء المفاجئ ده؟ وانا يعني كنت كل يوم باجي لحد عندك واخبط على بابك وامشي؟ لا ابدا. اصل اليومين اللي عدوا كان لهم حيثيه خاصه عندي. اكمن يعني طلبتك من نفسك. هو في حاجه؟ انا قلت ادبي لا سمح الله. العفو العفو يا استاذ مطيع. انا مش قد المقام ولا حاجه؟ يا خبر، انت مقامك عالي عالي قوي يا استاذ مطيع. طب هو انت لا مؤاخذه معقده من الجواز ولا حاجه؟ لا طبعا مش معقده ولا حاجه، بس زي ما تقول كده بقالي سنين طويله خالص ناسي الموضوع ده، وانت جيت على غفله مديت ايدك جوه بير غويط وطلعت حاجه انا نفسي استغربتها. تصور تصور اني حسيت فجاه اني ست. يعني انا يحسب لي الاكتشاف ده؟ يعني انا بقى كاني كريستوفر كولومبوس. يا سلام، ده انت ست الستات، ده انت ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، الانوثه بتلعلط في وشك. استاذ مطيع ما يصحش كده، عيب. يا سلام يا سلام على حياء العذاره وخجل البنات. ها قلت ايه عشان ما عنديش وقت؟ الله، قلت ايه في ايه؟ هنروح للمأذون امتى ونخليه يقطع لنا صفحه بيضة عليها صورتي وصورتك؟ يا خبر بسرعه كده؟ وابطا من كده ايه؟ خلاص ما عندناش وقت. لا معلش يا استاذ مطيع سامحني، يعني انا محتاج اقعد معاك اكتر، اعرفك اكتر، اعرف اخلاقك اكتر، يعني لازم ادرسك. وماله، انا عزيره وكله عزيره. ايه رايك انا وانت نروح مكان هادي، اكلمك وتكلميني، او نروح ديسكو ارقص لك وترقصي لي. انا احب البيض مسلوق والجبنه تكون مهروسه في الطماطم وعليها شويه زيت زيتون عشان يجلي الصدر. اما الغدا بقى اي حاجه محمره محمصه، المهم تكون من ايدك وخلاص. العشاء بقى بص ما بحبش اتعشى. يا دوبك زبدياي وبقسماطه ومعلقه عسل ابيض. اتفضلي. سكت ليه؟ هو في حاجه بعد العشاء؟ انا برغي بقالي ساعتين. بالعكس انت ما بترغيش ولا حاجه، انت بتتكلم وانا بسمعك. اصل عايز اعرفك. عاوزة تعرفي ايه؟ أنا حكيت لك كل حاجة عن نفسي، فاضل ايه تاني؟ تديني مهر؟ من عينيا. عاوزة كام؟ عايزة 1000 جنيه. 1000 جنيه بس؟ أنا كنت فاكرك هتقولي لي 10,000 20,000. لا مش مهم أبدا المبلغ، أنا عايزاك تديني المهر عشان أحس إنه مجرد رمز. عايزك تحط لي الفلوس في ظرف وتكتب لي عليه مهرك يا رموز. من عينيا. عاوزة إيه تاني؟ عايزة شبكة بس نختارها مع بعض. بس كده؟ أنا وإنت نقوم دلوقتي نختار الشبكة اللي إنت عاوزاها وبالتمن اللي إنت عاوزاه. مش مهم أبداً التمن. أنا إن شاء الله تكون غويشة 5 جرام، بس المهم إنها تكون شبكة. عايزة كمان فستان أبيض وطرحة بيضة، مش مهم أبداً يكون غالي. وعايزة زف، مش مهم زفة كبيرة، إن شاء الله يكون 3-4 تنفار بس بالضفوف والمزامير. أصلي أنا عمري ما حسيت إحساس العروسة أبداً، نفسي أحس، نفسي أتصور بالفيديو وأتصور فوتوغرافيا كمان، نفسي يكون عندي صور أتفرج عليهم وشريط فيديو يبقى عندي ذكريات. أصل أنت ما تعرفش يا أستاذ مطيع أنا اتجوزت إزاي.
أنا اتجوزت خطف، كره، غصب. كنت لسه صغيرة أوي في السن، كنت بنت الأب ميسور الحال. جه عليه وقت واتداين، اتداين راجل عجوز متجوز 3 ستات. الراجل ده جه في يوم وقال له مش عايز الدين، واديني بنتك رموز. في 5 دقايق كتبوا الكتاب ودخلوني اوضه وقفلوا عليا. قفلوا عليا مع راجل كبير في السن، جعان، طفص. حسيت انه اغتصاب، سيب ورقه شرعيه. بس الحمد لله ما عشت كتير وارتحت منه. بعدها دفنت نفسي في النسيان، حضنت وحدتي وتجربتي المرة، ودفنت مشاعري، دفنتها بألف حجر وحجر، لحد ما ظهرت انت وقلت لي تتجوزيني. الألف حجر وحجر حسيت فجأة إنهم بقوم التراب وطاروا في الهواء. مشاعري صحيت والدم جري في عروقي. في الأول خفت، بعدين فرحت، فرحت قوي، وقلت يا رب يا رب تممني على خير. إن شاء الله ربنا هيتمم بألف خير. بينا نختار الفستان والشبكة. معقولة دلوقتي المحلات زمانهم قفلوا؟ لا، في مولات بتسهر لحد دلوقتي. يلا. طيب أنا عايزاك الأول توعدني. أوعدك بإيه؟ اوعدني إنك ما تقساش علي أبدا، ولو لقيتني حزينة حن علي وطبطب علي. فيلم من كلمتين، الأولى الثانية انجلش ماس ساينس أبو العربي. صح صح صح. طب قول لنا كده فيلم تاني من كلمتين، الأولى تاكس عربية. ملاكي ملاكي. الثانية البحر. بس أنا عرفته. إيه؟ العار. تعالي تعالي، يعني الفيلم من كلمتين وعرفنا أول كلمة اللي هي ملاكي، تقومي سيادتك قايله لي العار؟ هو مش العار؟ والله حرام، الناس كلها كانت وشي بيقولوا لي ليه مرتبط بيها؟ ليه؟ قول لهم العار. طب روح روح اقعد. نكمل. مبروك مبروك. في ايه؟ عايز ايه يا هادم اللذات ومفرخ الجامعات؟ على الباب. هو ده جوه اللعبه ولا ايه؟ هو ماله؟ ما تقلقيش يا حبيبتي، ده الهوس هوس. تشكر، لو سمحت افتحي الباب، الباب هيخبط. وانتش عرفه الحاسه الزايده. يوه ده بجد. يا واد يا مبروك، ده اسم الله عليك، فطن. بسمة يا روحي ازيك يا حبيبتي؟ ايه والنبي جايبه لنا ايه؟ وريني كده. جايبه لكم طماطم وخيار وعجه وحاجات تجنن. عرفتي منين ان احنا جعانين؟ ايه انتوا لسه ما اكلتوش؟ لا يا حبيبتي، مستنيينك عشان تيجي تحضري لنا العشاء. عيني حاضر، في ثواني هيكون العشاء جاهز. سلام عليكم جميعا. وعليكم السلام. وعليكم السلام. والصلاة على الزين، الصلاة على الزين، عايزين ناكل فرختين. كل ده من الجوع حالا. هاتي يا حبيبتي. بسم الله عليك. مش ممكن، فظيعة بسمة دي.
بسمة ليه مش عايزة تساعد العصابة؟ تقدر ما تساعدهمش، تخاف يقتلوها زي ما قتلوا سميحة شباش. واضح انها فقدت الثقة فيهم، قالت لك يلا طز فيهم واللي يحصل يحصل. ما يمكن حبها المبروك له دخل. على فكرة واضح انها حبيته بجد. طبعا، ما هو قال لها كلام يدوخ. ايوة، بس ترمي المنوم ليه وهي عارفة ان العصابة هتبعت الكلب الساعة 4 الصبح؟ ما يمكن جه في ذهنها ان الكلب لو دخل الفيلا وهوهو مبروك او تشكر يصحوا، العصابة تحس بيهم تجري من غير ما تاخد البضاعة. ومبروك هيستغرب وجود الكلب والمخدرات اللي طلعها يقوم يبلغ الشرطة. ممكن. ايوه بس كده دي بتبيع عصابة وفي نفس الوقت بتأذي مبروك، لانه لو صحي هيقتلوه. طب عند سيادتك افتراض تاني. انا عندي يا بهوات. اهلا وسهلا. الست بسمة دي ضميرها ناجح عليها. امسك. ايه؟ امسك. ليه بقى؟ علشان هي عارفة ان العصابة ملهاش امان وما ينفعش تشتريها وكرهاهم، وفي نفس الوقت اني طايم حبها المستر مبروك علق قلبها في الدنيا وخلاها متشعلقة ومشتاقة في ان هي تعيش عيشة نظيفة في ضيف راجل يقويها ويأمنها. يا سلام يا سلام يا سلام على الحلول العبقرية الارستقراطية. انت بتفهم اهو يا سليني. ده بعض من عندكم بس. انت عايز بعض ما عندنا؟ يا ريت. جلال يتحبس اسبوع. عينيا يا باشا. يلا مش مهم، كويس ان الفراولة اتدلقت، انت حتى بتجيب الهارش. بس انا كان نفسي في الفراولة. لا يا حبيبي، كويس قوي انك ما خدتهاش، اصلها بتعمل حسيه. وبعدين طنط نفسها حلو قوي في العجه، مالها العجه يعني. مبروك. برضه بتعمل حساسيه. خش الحمام بسرعه، عايز اكلمها. واضح ان الحساسيه اشتغلت. معلش رايح الحمام بس. ايه هو ما عجبوش الاكل ولا ايه؟ لا يا حبيبتي ابدا، بس هو كده يعني يحب يروح الحمام اول باول. نعم. دلوقتي المنوم اللي اتدلق ده ما فادناش في حاجه. انا عايز الكل ينام ما عدا انت. الكلب لو طلع المخدرات هيهوهو وهيفضح الدنيا، واحتمال حد من العيال يصحى من النوم. انا اهم حاجه عندي تشكر. تشكر دي مصيبه، نومها خفيف جدا، لو حست بحاجه ممكن ترقع بالصوت، ومش بعيد اي حد ينشها رصاصه، ساعتها هتبقى كارثه. يبقى انت اللي لازم تنزل تشتري منوم وتنيمهم باي طريقه. نعم يا اخويا. انزل ازاي؟ كنا قاعدين في امان الله بنلعب افلام وبناكل، ساعتها برر نزولي بايه؟ مش الموقف كله قدامك اهو. طيب طيب حاول اتصرف. عندي مشاكل في الصرف الصحي، لازم اروح الصيدليه اخد لي 3 4 حقن على الاقل يعني. طب يلا حبيبي انا هروح معاك. يلا ايه تيجي معايا ديه؟ تيجي معايا في كل حاجه. اروح معاك. مش عايز حد يشوفني وانا بشتري ازازه بدل اللي اتدلقت. ايوه يعني اجي معاك اوصلك. لا انت بالذات ما ينفعش. ما ينفعش؟
خايف على تعبك يعني. وبعدين انت توصليه ليه يا حبيبتي؟ يعني هو ما يعرفش يروح لوحده ولا ايه؟ اذا كان ولا بد تعالى معايا يا زياد. تعالى سندني وانا ماشي هتقل عامله الحقن. يلا تعالى. يا حبيبي يا مبروك، اكيد من العجه. ايه ده؟ امال فين بسمة؟ روحت فجأة كده. روحت؟ ملهاش نصيب. يلا يلا اتفضلوا 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 اتفضلوا. اتفضل يا قمر. يدوم. يلا يا شباب. بس انتي بقى هتشربي الاتنين دول. يا مبروك، انا عندي حساسية من الفراولة بتبهدلني. ده انت بالذات لازم تشربي الاثنين دول، يا دوبك ياثروا فيكي. بقول لك بتتعبني، بتطلع لي بقع حمرا في جسمي وفسافيس. انت بتتكلمي جد؟ ده انا بحب الست اللي بيطلع لها فسافيس حمرا. دي حمرا نار. ياه، انا بحب الست اللي فسافيسها بتبقى حمرا نار. يا ريتني شربتك فراوله من زمان. لا يا مبروك مش هقدر، بتتعبني. وايه يعني لما تتعبي؟ انت عارفه انت هتتعبي عشان خاطر مين؟ عشان خاطر مين؟ عشان خاطر مصر. مصر؟ وايه دخل مصر في الموضوع؟ انت ناسي ان مصر هي امي؟ هتزعلي حماتك ولا ايه؟ لا. انت عارفه لو ما شربتيش ايه اللي ممكن يحصل لمصر؟ ايه؟ اقتصاد مصر ممكن يضيع، ممكن يحصل عجز في ميزان المدفوعات، ممكن دول كتير تسبقنا. ده غير اللي ممكن يحصل للمجتمعات العمرانيه الجديده والتجمع الخامس واللي ممكن يجرى له بسبب الحكايه. لا لا خلاص يا مبروك، احط الفراوله انا هشرب. اتفضلي. مش مشكله، جسمي بقع فسافيس ولا اني ابيعك يا بلدي. ايوه حبيبتي يلا يلا يا ماما يلا. مش قادره يا مبروك. مصر مصر اشربي. مصر كملي. اهو دلوقتي هيطلع لك فسافيس. مبروك يا عيش يا يا تشكر تحيا يا يا. قلق وجاني من كل ناحية وعياد عيني عليهم صحية. قلق وجاني من كل ناحية. والله وعياد عيني عليهم صحية. دول في عيني يا دعوية الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.